الشاطئ فم الواد بالقرب من مدينة العيون صار وجهة مفضلة للعديد من السياح الأجانب سيما الفرنسيين منهم كجوزيف البالغ من العمر 77 عاما دأب على زيارة هذا الشاطئ كل سنة منذ عام 89 و900 وألف. Ici, à la Yune, d'abord, il y a un grand parc. العيون مدينة رائعة بمساحة خضراء نفضل القدوم إلى الشاطئ حيث لا ينقصنا هنا أي شيء. الشاطئ في الواد هادئ ليس هناك ما يزعجنا نستمع لهدير أمواج البحر ونحن نائمون بهدوئه المتميز وبجوه المعتدل يأسر شاطئ فم الواد قلوب العديد من السياح الأجانب الذين يهفون إلى قضاء لحظة صفاء تنعش الروح. ثم الواد شاطئ رائع ونظيف نستغل فرصة قضاء بعض الوقت ونلتقي بالمغاربة نهاية كل أسبوع. Et puis, bon, ben, comme ça a été le week-end, on a profité de tous les Marocains. Le Maroc, c'est très bien. La sécurité, c'est très bien. Le Maroc, c'est très bien. Le sud, comme le nord, c'est kif-kif. الفرنسيون هم من يتقدمون قائمة السياح الأجانب الذين يفدون على مدينة العيون وشاطئها فم الواد فخلال عام 2011 زارها أزيد من 1300 سائح فرنسي.